حكم التواصل مع عملاء من عملي القديم مع العلم عفوا لا يوجد شرط لعدم التواصل بالعقد، لكن العرف له تأثير في هذا. يعني مثلا شخص يعمل مع شركة مندوب مبيعات له، فجأة يترك الشركة ويعمل مع شركة منافسة مندوب مبيعات ويتصل بالزبائن الذين كانوا معه، هذا في إضرار، والعرف في المهنة له اعتباره. بارك الله فيك، لا ضرر ولا ضرار.